أعمال الرسل حالي من حالات تطهير العقل المسيحي. أعمال الرسل حالي من حالات العمادة الحقيقية. مشان هيك بقول لهم لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم واليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. وارتفع عنهم إلى السماء، الإصحاح الأول عم نكمل، ارتفع عنهم إلى السماء وهني عم بطلوا أخذته صحابي. هيدا تعبير أدبي رؤيوي بمعنى كل شيء له علاقة بأعمال الله، ظهورات الله، غياب الله، في حالة من الأدب تستعمل بتدلها بنفس الطريقة. أبونا يعني ما اجت غيمة واخدته؟ مش هذا الموضوع. طب اجت غيمة واخدته شو يعني؟ السؤال شو يعني؟ نحن دايما منحب نركز على النفحة العجائبية، ما منحب نركز على معنى العجيبة، منحب نركز على العجيبة. قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق إذا رجلان اثنين قد وقفا بهم بلباس أبيض. اثنين يعني شاهدين، الشهادة الحقيقية بتصير على تم اثنين، إذن هيدي شهادة مثبتة. لبسين أبيض، مين بيلبس أبيض؟ المعمدين بالكنيسة الأولى يلي بيتعمدوا بيلبسون أبيض. مين يلي بشر بالمسيح قائم من بين الأموات؟ أنتوا أخدين دي رجي عندكم ملك؟ لا، عند إنجيل مرقس واحد ولد لابس أبيض. يعني الشهادة بقيامة المسيح تكون على فم المعمدين يلي قبلوا. إذن شهدين لابسين بيض قالوا، يلي هني ملائكة أو غير ملائكة مش هذا المهم. أيها الرجال الجليليون، من منطقة الجليل. شو يعني منطقة الجليل؟ المخلوطة يهود وأمم. يعني بالنسبة لليهود الصرف ما كتير بحب منطقة الجليل. ما سألوا نثنائيل وفيليبوس قال له أمن الناصرة يمكن أن يخرج شيء صالح؟ الناصرة وين؟ بمنطقة الجليل. يعني مثل هون بلغتنا تقول والله شفت فلان الفلاني الديس وين ساكن؟ بالمعاملتين. بالمعاملتين في آدم. هيدي الطريقة، منطقة محطوط عليها إكس لأن الناس قرروا هيك. أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ شو عم بيطلعوا هني؟ عن عجيبة. ما بالكم تنظرون إلى السماء؟ ما بخلص صريحت المشهد نفسه، خلصت. إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سوف يأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. يعني مثل ما حسيتوا كيف طلع ما راح تحسوا كيف جاي. كونوا مستعدين. هيدي القصة. إذن مفهومنا للمشهد خطر، لأنه بعد في عقلية وثنية. لأعطيكم مثل، شو بيسموه بفلسطين الكنيسة القيامة صح؟ أو كنيسة المهد يعني الميلاد، وقت ولد مطرح ما ولد يسوع. روحوا هلأ زيارة إذا بصلكن على كنيسة المهد، شو بتشوفوا؟ بتشوفوا يي هون ولد. شو يعني هون ولد؟ شو يعني هون قام؟ شو يعني المكان؟
ليه المكان عندكم له دوز كبير؟ اسمعوني منيح، عقلنا بعده وثني، نحن عنا حنين لإله المكان مش لإله الحدث. مش هيك نحن عنا رغبة كتير، سيدة بشويت، سيدة المنطرة، سيدة البزيز، سيدة في سيدة مش عبسب دغري بتنقذوا، بقى لكم عن سيدات تانيين شي بخوف، صيدنايا، مر شربل، الغسالة، النشافة، شو يعني هونيك؟ شو يعني بتروحوا؟ مزار؟ ما الحدث، إذا القصة وين؟ بالحدث مش بالمكان. ليه بتروحوا على المكان؟ ليه عندكم حنين للمكان؟ الوثنيين كانوا يعبدوا المكان لأنه إله صنم، له فم ولا يتكلم، له عين ولا يرى، له أذن ولا تسمع. هدول المعابد الوثنية بيروحوا عند أثينا، بيروحوا عند جوبيتر، بيروحوا زفس، بقدموا بخور هنيك لأنه هو إله مكان، براته مش موجود. إجاكم الكتاب المقدس يقول طرح غريب عجيب، الكاتب للمجموعة اللي كتبت قالوا إلهنا يلي نحن اختبرناه بهالنقطة هو الله، مش الله هو إلهي، إلهي هو الله. بالنسبة لإلي خبرتي مع هالإله بالنسبة لإلي ما في غيره. بس جارك بقول في عنده إله، يستفيل يستفيل حتى لو كان في آلهة أخرى، أما نحن فلنا إله واحد ورب واحد يسوع المسيح. بس انت بتخدها شهادة ومبدأ. لو عملوا تصويت 7 مليار نسمة قرروا انه المسيح ما قام، اكتشف العلم انه المسيح ما قام، انت المؤمن بقيامة المسيح بتغير رأيك؟ اذا القصة مش بالتصويت. ما تاخذون الديمقراطية هي ديكتاتورية جماعية، ديمقراطية مش ضد الديكتاتورية، ديكتاتورية كانت محصورة بشخص، ديمقراطية عملوها ديكتاتورية جماعية. شهادة التصويت، نظام التصويت خطر كتير، خطر كتير. ومين حسب خطورته واجه الدنيا؟ أهم القديسين بالكنيسة وحده قال كلمة، 500 واحد قالوا ضد، بغير رأيه؟ لا، أنا هيك بآمن وخليني موت على هالإيمان وأنا بدفع ثمنها غالي. تكتشفوا بعد 500 سنة انه هو الايمان الصحيح، هذا القديس. اذا اله المكان حالة وثنية بتعيشوها بسبب تقوى زيدة. الهكم اله حدث، والدليل على ذلك افتحوا الانجيل والكتاب المقدس من الدفة الى الدفة، شوفوا شو بيقول الله. انا الهك الذي بقول أخرجك من أرض العبودية، خلقك، خلصك، قام، ظهر. شو هدول أفعال؟ أحداث. بعرف عن نفسه إلهك بحدث عمله فيك أو معك أو لأجلك. ما بعرف عن نفسه أنا إله الكنيسة الفلانية، أنا إله المطرح الفلاني، ما. بس إذا بيكون إله حدث شو بيخلق عندك؟ إنه في حدا عم بيتحداك، بيسألك، بدك تجاوب. شو بتعمل أنت لتهرب؟ بتعملوا إله مكان لترجعوا صنم لله تبعك، ما بقعد يسأل. شو بتصير؟ أنت تسأل، انت تطلب، انت تلوم، انت تهدده بالكفر لانه ما لبالك طل دليفري. اذا انتوا عم تستعملوا شو؟ تدين. وين الايمان؟ في فرق كبير. لمن بولس لمن لوقا الانجيلي بيقول هذا الذي رايتموه قد طلع هو نفسه جاي، يعني انتوا رح تلتقوا باله حدث، حدث فعل. أنا الذي، الله الذي،
ما في الله بس. مشان هيك دايما بقولكم انا ما بعرف الله، بعرف واحد اسمه ابو عيسى، ابو يسوع، هيدا هو خلص. بس تقول ابو يسوع ربطته بيسوع المسيح، يعني كل شيء بدك تعرفه عن الله ما بتعرفه الا عن طريق شخص واحد اسمه يسوع المسيح الابن الوحيد الذي في حضنه هو خبر، هو فسر. تخيلوا اله الحدث. قديسكن شو؟ قديسكن هو مكان ولا حدث؟ وقت تحكوا عن الله بالقديس اخر شيء بتتناولوا، انتوا شو بتتناولوا؟ بتتناولوا الرب يسوع الذي ولد، تربى، عمل، لا علم، انصلب، مات، قام، جاي. مش عم تحكوا عن اي جهه، انتوا بتتناولوا اله الاحداث اللي فعلها لاجلك. الرب يسوع عمل كل اللي عمله مش عنك، لاجلك. في فرق كتير. عنك يعني انت كان مطلوب تعملها ما قدرت تعملها، اجى المسيح عمل عنك. هذا فكره الكفاره الصغيره. لا لا، يسوع ما مات وقام عنك، مات وقام لاجلك. يعني لو الكره الارضيه كلها فاضيه الا من حضرتك، من حضرتك، كان المسيح نزل وصلب وقام لاجلك انت وحدك. اذا ما بتفكروا هيك ما بتعرفوا حب الله لكم كيف هو. بس كيف ابونا، كيف اذا كنت انا وحدي؟ كنت انت راح تصلبه وراح تخونه وراح تقبض 30 من الفضه وراح تعمل كل اللي عملته بطريقه ما. ليش هلا وحدك؟ لو كنت وحدك شو نفعك كل اللي عمله؟ الا اذا كنت مؤمن. مؤمن يعني باليوناني بيستوس يعني مؤمن، يعني امين. مؤمن وامين، وزيت الوقت امن. ثلاث شغله: مؤمن، امين، امن. في عندك امان بسببه. إذن ايها الرجال، هيك بده يصير. حينئذ رجعوا الى اورشليم، الى من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من اورشليم، على سفر السبت. ولما دخلوا صعدوا الى العلية، يعني مكان الاجتماع التي كانوا يقيمون فيها، بطرس، يعقوب، يوحنا، اندراوس، فيليبوس، توما، بارثلماوس، متى، يعقوب بن حلفة، سمعان الغيور، يهوذا اخو الرب. يعني تلاميذ. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة، الوحدة، على الصلاة والطلبات مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته، يعني قرايبينه. أوكي، ما عنده إخوة، عنده قرايبين بسمون إخوة. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذي قبضوا على يسوع. إذن في عنا مشكلة، في واحد نقص من المجموعة 12، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة، فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجه شق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، مات يعني يهوذا، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل الدم، أي حقل الدم، دما بالعبري، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر.
وليأخذ وظيفته آخر. هذا استعداد لتعالى ننتخب حدا محل يهوذا. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع المسيح وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم، بدنا واحد شاهد من الأول لهلأ لتكون شهادته صادقة. ما فينا ننقي من مكان، الشرط الأساسي أن يكون شاهد أمين من الأول. فقالوا، فأقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسافا الملقب يوستوس ومتياس، وصلوا أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترت. إذن مفهوم الانتخابات هو عين أنت. بس كيف بعين؟ أنه بيجي بكب الورقة هيك بتطلع هو؟ لا، منعمل نحن إجراء بشكل نكون هيدا رضاك أنت. ما رح ننقي واحد ما بترضى عنه، مش في مقاييس تانية. إذن بدنا واحد من الأول للآخر يكون شهادته أمينة ويرضى الله عنه. في اثنين، هدول اثنين عندهم نفس المواصفات، مين ما بدكم تنقوا نقوا، ما في مشكلة. بالقرعة ولاقوا مين؟ لاقوا شخص اسمه متياس ومشي. وصلوا قائلين، أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم، فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع الأحد عشر رسولا، صاروا 12. أهمية 12 بالكتاب المقدس تعني الكلية العددية، شمول. مثل 10 تعني الكلية بموضوع الكمالية بالسنين، أو بالأرقام 10 كل، 10 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10، يعني الكل ضرب الكل ضرب الكل ضرب الكل. مشان هيك وقتها بيقولوا بسفر الرؤيا في 144 ألف مخلصين، هدول اللي شهود يهوى بيعتبرون عدد 144. شو ال 144؟ 12 ضرب 12 ضرب 10 ضرب 10 ضرب 10، يعني الشمول ضرب العدد اللامحدود، يعني قديه في ناس غير محدودة بدها تخلص. هن فهموها 1 2 3 ليصيروا 12 صبط قبيلي بالعهد القديم، هن قبائل إسرائيل. 12 رسول، هن الكنيسة يعني، دايما 12. حتى بأمريكا وقتها بيعملوا محاكمة بيجيبوا ناس من الشعب بنقون الجوري 12 واحد، هذا الشعب الأمريكاني يعني، دايما فكرة 12. ايه، فصاروا 12، يعني الكنيسة رجعت لانطلاقتها لأنه الخيانة انشالت. هذا حلم لوقا، بيتمنى كان هيك يكون. إذن نحن في حالة من الإصحاح الأول هي رسم خريطة للعمل يلي بده يكون في المرحلة المقبلة. ولكن في مطرح بيقول هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبات مع النساء ومريم. ما قالوا مع النساء وبس، ومريم أم يسوع كانت حاضرة، هي الأم تبع كل شخص كان يحبه المسيح أو كان هو يحب المسيح، يلي صورة عن يوحنا يلي على الصليب. هي ذا أمك هو ذا ابنك. إذن
وكل محبي المسيح بأمه ووكل أمه بمحبي المسيح. هذا العلاقة موجودة من أول سفر أعمال الرسل. بطرس هو المتكلم، بس إذا بتلاحظوا لمن عدد الرسل في بطرس يعقوب، كلمة بطرس هي يونانية بيتروس يعني الصخر، يعقوب هو اسم يهودي، يوحنا اسم يهودي، أندراوس اسم يوناني، فيليبوس اسم يوناني، توما اسم يهودي، بارثيلماوس اسم يوناني، متى اسم يهودي. إذا قدر يستعمل قد ما في لوقا أسامي الرسل ليحطهم اثنين اثنين، واحد يهودي واحد يوناني، يعني الإنجيل والبشارة لكل الأمم. علما بإنجيل لوقا نفس الكاتب يلي كتب لوقا هو نفسه كتب أعمال الرسل. إذا بتشوفوا لوقا لما ذكر الأسامي الرسل ما استعمل نفس الترتيب، بعتقد هيك، أنا ما كتير يعني فاهم بهالموضوع بس خلينا نجرب. إذا حدا بيعرف بأي أصحاح وفي تلك الأيام ذهب إلى الجبل ليصلي كذا سمعان وسماه بطرس وحده، أندراوس يعقوب ويوحنا اثنين يهود، فيليبوس بارثيلماوس اثنين يونان، متى وتوما اثنين يهود. إذا ما لاحظ التركيبة إنه واحد يهودي واحد يوناني بأعمال الرسل انتبه لها وزبطها. ليش؟ لأنه هلأ بعد المسيح ما صعد إلى السماء مين الحمل على الرسل؟ الرسل لوين بده يتوجهوا؟ إلى كل العالم، كل المسكونة، ما في حدا مستثنى. مشان هيك بيروحوا اثنين اثنين، لأن الشهادة تتم على فم اثنين لتكون ثابتة، حط واحد يوناني واحد يهودي، الخلاص للأمم ولليهود على نفس المستوى. أو شو فيها أبونا، شو اخترعت البارود؟ تعرفوا هيدي الجملة شو بتاني؟ إنه الخلاص لإلك ولغيرك على نفس المستوى. هيدي بتخرب لك حياتك، بتدمر لك الأنا تبعيتك، بتشيل من راسك فكرة مبسوط فيها هي العرش، انه انا صار لي 20 سنة بخدم، هلأ بيجي واحد بده يصير مثلي مثله. كم مرة بتواجهوها هيدي؟ هيدي هي اساسها من هون. يا حبيبي الخلاص إلك ولا غيرك على نفس المستوى. إذا منك بريمو وغيرك سيغوندو تيرتسيو، كلكن بريمو، عفوا كلكن سيغوندو، المسيح بريمو، بس أراد يجعلكن بريمو، ومش بفضل منكن ولا بجهدكن ولا بفضائلكن وقداستكن، لا، بفضل الحب تبعه. الحب بذل صاحبه، والاهتمام الزائد بالمحبين بيفقد لك كرامتك. إذا أنت بتهتم زيادة باللي بتحبهم يصل الوقت إلا أنه كرامتك تنفقد، لأنه بصيروا هالقد يستلشقوا، هالقد ما يعرفوا قيمتها. وإذا شي مرة مش قصرت، أخذت نفس، خد على ملامي إنه أنت مقصر. هدول كلكم هيك بتعيشوا بالحياة. يسوع عيشة، يسوع عيشة، موسى عيشة، كل واحد
كل واحد يظهر حب الله بشريا بيدفع الثمن كرامته. أول شيء بدكن هيك بدكن هيك. وهلأ الرسل اللي عديناهن 12 أو 11 صاروا 12، شوفوا كيف بيصيروا بقاع الأرض. شوفوا بطرس، شوفوا بولس يلي هو بطرس صورة عن الرسل يلي بشروا بالبيئة اليهودية، وبولس هو صورة عن الرسل يلي بشروا بالبيئة اليونانية يعني الأممية الوثنية. هدول الصورتين. مشان هيك أعمال الرسل عمليا فيك تقولوا أعمال الرسولين، لأنه أكثر شيء بيحكوا عنه بطرس وبولس. وصلوا إلى أقصى الأرض وماتوا في نفس السنة، سنة 67 ميلاديا. واحد مات قطع رأس، واحد مات مصلوب بالقلب. المقطوع الرأس هو اللي معه جنسية يونانية ممنوع يصلبوه، أي لأنه الصلب للعبيد، هيك صلبوا المسيح. هو معه جنسية يونانية بيموت بطريقة مشرفة ما فيها وجع كتير، قطع رأس. بطرس لأنه يهودي لازم يموت حسب العار العبيد، بس بطرس أراد أن لا يتمثل بالمسيح، قال لهم صلبوني بالقلب حتى ما يكون مثل المسيح. ماتوا الرسولين بطرس وبولس. ماذا بقي من بولس وبطرس؟ من قال أعمالهم؟ يعني الحدث يلي عملوه. بتروحوا على مطرح ما قاعد بطرس هلأ وبس، شو بينفع؟ الفاتيكان في قبر لبطرس، بس لمن الفاتيكان حط قبر لبطرس؟ حط لتروح انتو تقعدوا بس هيك، ولا لتروحوا من بعد ما تشوفوا انه لك وصل الشهادة الى اقصى الارض؟ هلأ من هون من اقصى الارض صار دولة انا وصلها لاقصى ارض تانية. مش رح تروحوا تبكوا فوق قبره يا حرام قطعوا له راسه صلبوا بالقلب. بس تطلعوا على القديسين والشهداء ويسوع انه يا حرام، يعني ما فهمانين شيء انتوا يا حرام. اذا من بعد ما توصلوا لبطرس وبولس ببلش انجيلكم انتوا تكتبوه، انتوا تعملوه. يكفي اليوم شره. Merci.